أعلن مستشار قاضي القضاء الدكتور أشرف العمري عزم الوزارة منح المقبلين على الزواج دورة تأهيلية بدلا من رخصة، وذلك للأعمار ما بين 18 وحتى 29 عاما، وسيكون لكل من منطقة فعاليات لعقد الدورة المخصصة على مستوى المملكة، وهي مجانية واختيارية في الوقت الحالي. إلى التفاصيل. رخصة للزواج هي آخر الصيحات في مجتمعنا، فبعد ارتفاع نسب الطلاق بشكل مضطرد أعلنت دائرة القضاء عن اقتراحها لمنح رخصة زواج قبل الشروع به، ثم نفت ذلك لتعلن إعطاء دورة تأهيلية اختيارية ليوم واحد تتم خلال فترة الخطوبة. تباينت الآراء بشأن القرار المقترح لدى مجلس النواب ليصير قانوناً، فمنهم من نفى جدوى الدورة وأن يوماً واحداً لن يكفي لتأهيل الزوجين، مع التساؤل عن زمن الرخصة وهل ستكون صالحة لتعدد الزيجات أم أن لكل زواج رخصة، فيما شجع آخرون عليها لأنها تسهم في رفع الوعي لدى الزوجين. المجتمع وثقافته هو المحرك الأساسي لدوام الزواج أو انقطاعه، فالثقافة المجتمعية القائمة على فرض السيطرة وغياب الوعي الكامل بحجم المسؤولية مع غياب التفاهم والتعاون في تحملها دون الاستعداد لتقديم أي تنازلات هي مجمل الأسباب لارتفاع حالات الطلاق في المملكة. زيادة مستمرة في حالات الطلاق حيث بلغت نحو 37% في 5 أعوام ممتدة بين العامين 2011 و2015، هذا ويشير طلاق 4523 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عاما واحدا إلى خلل في تكوين الأسرة السليمة، ويعكس مدى الحاجة إلى ثقافة واعية بأسس الزواج الصحيحة.